لحظات غبية لا تصدق ستراها لأول مرة. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. هناك الكثير من اللاعبين الذين يمتلكون نسبة غباء عالية تؤهلهم لأن يكونوا أغبى اللاعبين في العالم، وهناك من اللاعبين من يبهرك حقا بغبائه، وفي هذا الفيديو سنشاهد معا بعض اللحظات الغبية التي لا تصدق والتي ستراها لأول مرة في عالم كرة القدم. لنبدأ. هنا يطلق هذا الحكم الصافرة، فتابع كيف رفع يده الأخرى لترتطم بوجه هذا اللاعب المسكين. ضربة قوية حقا. يبدو أن هذا الحارس تأخر بلاعب الكرة، فتابع كيف أتى إليه الحكم ليقوم بإنذاره بالبطاقة الصفراء، فلمسه من كتفه، فتظاهر هذا الحارس أن الحكم قام بضربه كما تشاهدون أمامكم. تقدم هذا اللاعب وقام بتنفيذ ركلة الجزاء بطريقة رائعة، ولنتابع هنا احتفاله مع زملائه بأنه يصطاد سمكة، ثم يقومون برفعها ويأخذون صورة تذكارية. احتفال رائع وجميل حقا. هذا اللاعب وصلت إليه الكرة من تمريرة رائعة من زميله ليضعها برأسية مميزة في الشباك، فيقوم بالاحتفال بأخذ علم الزاوية والتظاهر بإطلاق النيران بهذا الشكل. حسنا، يبدو أن احتفاله لم يعجب الجماهير فألقوا عليه بعض الأشياء، وهنا أخذ يحتفل بالمشي على ساق واحدة. تابعوا هذا اللاعب كيف أتى لحارس المرمى الخاص بفريقه وأخذ يتقاتل معه لأنه لم يخرج من الملعب، وهنا بهذا الشكل يحاول دفعه كما تشاهدون. تابعوا هذا اللاعب الذي انطلق ليضغط على الحارس، ولكن الكرة مرت بين أقدام الحارس فأخذها اللاعب نحو الشباك الفارغة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أضاع أسهل فرصة في عالم كرة القدم حرفيا. لنشاهد هنا قوة يد حارس المرمى وأين أرسل الكرة بهذه الضربة القوية. حسنا، يبدو أن قدمه ما كانت لتفعل نفس الشيء. هنا تقدم هذا اللاعب وقام بتمرير هذه الكرة وتعريضها لتضرب برأس لاعب الخصم وتنزل في الشباك، هدفا رائعا بهذا الشكل ولكن بنيران صديقة. هنا تم تنفيذ هذه الركنية لترتد من هذا اللاعب، فيوقفها كلا اللاعبان، واحد قام بمقصية والآخر سدد الكرة على طائر ليضرباها معا ويسجل هذا الهدف الاستثنائي. يبدو أن الحارس جوهارد لا يشاهد جيدا بسبب الشمس التي على عينيه، فتابعوا كيف ذهب لجلب القبعة والتي لم تقم أيضا بتغطية عينيه. قام لاعب إيفرتون بدفع نونيز بهذا الشكل على الأرض ليرتطم بعالم الزاوية، فتابعوا هذا المشجع الصغير لإيفرتون وكيف يضحك على داروين نونيز. أرجع هذا اللاعب الكرة لحارس المرمى، لكن الحارس لم يتمالك الكرة جيدا ليتعرقل وتصل الكرة إلى لاعب الخصم الذي حاول الضغط من الجهة الأخرى فيسجل هذا الهدف مباشرة في الشباك. خطأ فادح من حارس بروسيا دورتموند. احتاج لاعب بالميراس هذا وقتا كبيرا لتنفيذ ركلة الجزاء بتقدمه بهذه الخطوات، ثم القفز وتسديد الكرة على يسار الحارس ليتصداها الأخير بطريقة جميلة جدا. لنركز على هذين اللاعبين واللذان تقاتلا مع بعضهما البعض
ليسقط هذا اللاعب أرضا بهذا الشكل كما تشاهدون، ويمثل أنه أصيب دون أن يلمسه اللاعب حتى، فأتى إليه حكم الساحة وقام بإعطائه البطاقة الصفراء الثانية للتمثيل وطرده بالبطاقة الحمراء. تعالوا لنشاهد معا هذه الفرصة والتي بها وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليقوم بتسديدها، فترتطم الكرة بهذا الشكل بالعارضة وتذهب بعيدا. لنشاهد هنا عند تبديل توماس مولر هذه الحركة التي قام بعملها، إذ أخذ هذه القطعة القماشية من أحد المساعدين وقام بضرب المدرب ركلة على مؤخرته بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب وما إن وجد حارس المرمى متقدما قليلا، إذ قام بتسديد الكرة من منتصف الملعب ليسجل هذا الهدف الجميل. يمكنكم أن تتابعوا هدفه الاستثنائي والرائع هذا. تقدم هذا اللاعب وحاول الانطلاق بالكرة، فتابعوا كيف دفعه خصمه ليتعرقل الأخير بالمدرب ويسقط أرضا بهذا الشكل، وهنا المدرب حاول إيقافه والتربيت عليه. لنتابع هنا هذا اللاعب والذي يقوم بحركات استفزازية، كأن يقوم بمحاولة إمساك الكرة بيديه وعمل حركات بهذا الشكل. حسنا، لو كنت لاعبا ضده لتدخلت عليه لأقوم بإصابته إصابة قوية. لنتابع زملائه كيف يضحكون على حركاته هذه. تابعوا هنا الدروغبا وكيف قام بمحاولة أخذ الكرة من الحارس، لكن الحارس مررها وما زال دروغبا يمسك الحارس من قدمه وأسقطه أرضا بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا هذه اللقطة الظريفة من الفيل الإيفواري. وقف هذا اللاعب لتنفيذ الكرة الركنية، فيمكنكم أن تتابعوا كيف التفت كرته بهذا الشكل ودخلت الشباك بشكل رائع للغاية. هدف جميل حقا من لاعبي أستون فيلا. يمكنكم أن تشاهدوا روعة هدفه هذا. رمية تماس تم تنفيذها بطريقة قوية من قبل هذا اللاعب ليسقطها مباشرة من يده لترتطم بيد الحارس وتدخل إلى الشباك هدفا بهذا الشكل. حسنا، لأول مرة لربما ترون هدفا يأتي من رمية تماس. لقطة غريبة للغاية من الحارس مانويل نوير، إذ يمكنكم أن تشاهدوا أين يتواجد. فقد قام بضرب الكرة برأسه لإرجاعها، فيمكنكم أن تتابعوا هذه المسافة التي دخلها وهو حارس للمرمى. كان من الممكن استغلالها من لاعبي الخصم، ولكن لحسن الحظ رجع مانويل نوير بسرعة. لنتابع كيف وصلت هذه الكرة إلى هذا اللاعب والذي كان في موقف تسلل ولكنه لم يلمس الكرة، فقام بالذهاب إلى حكم الراية وقام بتقبيله بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة إلى زميله الذي وضعها مباشرة في الشباك، لكن هذا ليس الشيء الأهم، لكن الأهم هنا هذا الاحتفال الجميل الذي قام به هذا اللاعب مع زميله بالدوران بأجسامهم على الأرض كالكرة كما ترون أمامكم. إنه احتفال رائع حقا. رجعت هنا الكرة إلى حارس المرمى من المدافع، وعند محاولته أن يقوم بتسديدها أفلتت منه بهذا الشكل ليكون لاعب الخصم قريبا إذ ضغط عليه، فقام باستخلاص الكرة ووضعها في الشباك بهذا الشكل الرائع. هدف مجاني كان من غباء حارس المرمى. في مباراة ريال مدريد هذه، تقدم لاعب ريال مدريد وقام بتعريض الكرة إلى كريستيانو رونالدو الذي وضع الكرة في الشباك ولكن باستخدام يديه. بالطبع قام الحكم بإلغاء هذا الهدف لوجود لمسة يد. لنتابع هنا هذا اللاعب والذي قام بهذا الشكل بتسديد الكرة من ما قبل منتصف الملعب لتنزل في شباك الحارس هدفا رائعا للغاية. حسنا، كان الحارس متقدما بما فيه الكفاية لتنزل الكرة في شباكه دون أي مشاكل. هدف رائع من لاعب شالكا. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب مع خروج الحارس من المرمى، وبهذا الشكل قام بتسديد الكرة، لكن هذا المدافع كان قريبا فتصدى الكرة بيده. فتابعوا كيف أتى إليه حكم الساحة وقام بإعطائه البطاقة الحمراء مباشرة. لنتابع هذا اللاعب الذي تقدم وأنزل الكرة على ركبتيه
ليعتبر الحكم استهزاء بلاعبي الخصم. فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أشهر له البطاقة الصفراء على هذا الفعل. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.